خفقت البيض والسكر ونزلنا عليهم الزيت. بعدين كنت حاطة معلقة خل على الحليب حتى يصير حليب مخثر، وبعدين أضفنا اللي هو الباتر ميلك. وبعدين يا جماعة كنت خلطة المواد الجافة مع بعض اللي هي الطحين، بيكنج باودر، بيكنج سودا، وكل البهارات المطيبات لكيكة البهارات. أسكى إشي معها قرفة، جوزة الطيب، كبش قرنفل بيطلع طيب كتير معاها، هال مطحون، وأنا اليوم أضفت شومر. مرات بكون عندي ينسون بحط شوي، بس طبعاً بكميات صغيرة حتى ما تضرب الأشياء مع بعض. يا ميزاكي، لنعمل كيكة البهارات واللوز إحنا بحاجة لها 2 بيض، نص كوب زيت نباتي، بدنا 2.5 كوب طحين، كوب سكر بني، كوب حليب، معلقة كبيرة خل، معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج صودا، بدنا رشة ملح، نص كوب لوز محمص ومطحون، نص معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة زنجبيل، نص معلقة صغيرة ينسون، نص معلقة صغيرة بهار، ربع معلقة صغيرة كبشة قرنفل، بدنا كمان رشة جوزة الطيب. فروستينج الكيك هذا اختياري، بس إذا حابين تعملوه بتحتاجوا لكوب سكر بودرة، 3-4 معالق كبيرة حليب، وربع معلقة صغيرة من القرفة. رح نحط بس أول إشي عندي هون البيض والسكر، سكر بني أنا مستخدمة كوب، هذا راح عجن بحسه. شوفي ما احلى، بحبه انا، بحب ريحته. رح نخفقهم بالخفاقه. بالخفاقه، ايوه. ورح نضيف عليهم الزيت النباتي، نص كوب من الزيت النباتي، انا رح اعمله على النظر بس انتم تقيدوا بالكوب المعياري. ورح نخفقهم، حتى هو مفروض أخفق صراحة السكر مع البيض فترة أطول. مش رح أحط فانيلا لأنه عنا كيكة بهارات فكلها بهارات كلها مطيبة، فما رح نضطر نضيف فانيلا، ما بدنا الفانيلا تضرب مع البهارات. صح، فالقرفة أصلاً والحبهال وهاي الأشياء كلها رح تعطي نكهة جيدة للكيك، ما بتضطروا. هلأ بدي أعمل شغلة كتير مهمة، صحيح بدي أجيب هاد الحليب. رح أحطه هون عشان يبين. أوكي، هذا الحليب عندي كوب من الحليب اللي هو على قولة إخواننا المصريين، بما أنه في عنا متابعة من مصر. مصر كتير والله بتابعونا. إيش بنقول له؟ لبن. لبن. أوكي. بس إحنا اللبن عشان عنا إشي تاني. هلا هاي الحليب نضيف له معلقة خل. إيش بيصير؟ عشان نصير باتر ميلك. بدل ما نشري باتر ميلك. بدل ما نجيب باتر ميلك، يا أما بتعملوا حليب مع خل يا أما حليب مع ليمون. أوكي. والله حلو. نتركه شوي. لازم نتركه 3-4 دقائق حتى يتخثر شوي ويعطينا طعم وقوام اللبن الحامض. اوكي، فبنستنى عليه بس كمان دقيقتين. معلش، حلو، جوزة الطيب، زنجبيل مبشور، كلها موجوده بخلطه جاهزه. رح اضيفها على الطحين. هون عندي الشومر لحاله، فرح اضيف الشومر كمان او ينسون، تقدروا انتم زي ما بدكم، يعني كيكه بهارات اعملوها غنيه ما رح تضرب مع بعض، لا تخافوا اذا كميات متساويه وقليله من كل شيء رح تعطي طعم زاكي. حلو. هون عندي البيكنج باودر والبيكنج سودا ورشة الملح، وهون صفى عندي كل المواد الجافة مع بعض. هلا شوفوا الحليب تبعي اللي مع الخل بلش هيك، بتحسوه كيف يعني بلش زي كأنه يتكسر، طلعي كيف قوامه زي القشطة بتصير هيك، شايفة؟ هذا هلا بدنا نضيفه، يعني بنقول احنا بالتناوب، بالتناوب مع المواد الجافة، يعني شوي مواد جافة شوي هذا البتر ميلك. رح اضيف شوي من خلطة الطحين اللي عندي. ايوه. اوكي، ونخفق وبعدين نضيف الحليب. حلو. هلا صارت خلطة الكيك عندي جاهزة، ضل في مكون واحد. ايش هو؟ لأنه إذا أنت لاحظتي أنا كاتبة البهارات واللوز، فنفس اللوز اللي استعملناه المطحون رح نضيف منه بالخلطة، بس هذا بصراحة شوفي كيف قوامه حتى غير. هذا بعثت لي صديقة لإلي عايشة برا، فهو أوريدي مبيوع، يعني ببيعوه هيك. بس طبعا مش أنت طاحنتيه ومحمصتيه، احنا حمصنا وفرجيناهم كيف الطريقة، يعني فيعني بتنعمل. بس شو بفرق بالله؟ شوفي كيف شكله، هيك الحبات بتحسيها لونها حلو كمان، عرفتي؟ هي حميصته صح. فالمهم رح أحط شوي هيك والباقي رح نزين فيه، ولكن طبعا ست البيت تقدر تطحن اللوز في البيت. حلو. هلا بس أنا داهنة شوية زيت، بدي ارجع بس اضيف شويه زيت صغير، المفروض احط كمان شويه طحين بس ما طلع.
تسحلي لي اياها لانه ايدي شوي هاي عليها زيت فخايفه انها تسحل. لا اوعي. اوكي انا عارف انه كان مفروض اقلب الهاي عشان تبين على الكاميرا، بس هي مبينه مبينه. ايوه ارفعها شوي. ايوه يرضى عليك يا ام الرور حبيبه قلبي. شوف هذا القوام الصح. اللي هو لا سائل زياده ولا سميك زياده. ايوه خلص هلا الباقي بدبر حالي فيها. بدنا نتاكد انه الخلطه موزعه صح. تساوي. والى الفرن على فرن حرارته 180 درجه مندخلها لمدة 40 دقيقة. بدها 40 دقيقة. رح أقول لكم هون شو عملت، لأنه أكيد رح تسألوني بإيش مغطي الكيك. هذا عبارة عن سكر بودرة وحليب ونفس البهارات اللي أضفتها حطيت هيك يدوب رشة صغيرة. حلو. هلأ سكر البودرة كوب كامل. أوكي الكوب الكامل باخد بس 3 معالق حليب سائل. 3 معالق ها. بس وما تضيفوها مرة واحدة، ضيفوهم تدريجيا مع التحريك المستمر ليصير بهاي اللزوجة وبهذا القوام. أوكي. بدي أفرجيهم كيف لما منوزع هاي، شوفوا كيف. هلأ أنا طبعا حطيت هاي الطبقة وجمدت، بس أنتوا هيك أول ما بتنزلوها بتكون هي هيك، شايفين كيف هي زي الجليل. أنا هذا اللي بعمله، وبعدين بتجمد هي بحرارة الغرفة، بتاخد بس دقيقتين ولا بتصير جامدة.